مع أن التغذية الكهربائية شبه منعدمة ولا تتخطى الساعتين أو الثلاث كحد أقصى يوميا، حذرت مؤسسة كهرباء لبنان من الدخول في مرحلة الخطر وصولا إلى الانقطاع العام في إنتاج الكهرباء في حال استمرت الأمور على حالها. وأكدت الشركة أن السبب هو عدم توفير أي تسهيلات لدى الجهات المعنية من الدولار. وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يزال يتعذر تحويل المبالغ المجباة بالليرة اللبنانية لفواتير الاشتراكات بالتغذية بالتيار الكهربائي إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان لشراء قطع الغيار المناسبة وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة وإجراء الصيانات العامة في كل من قطاعات الإنتاج. وفي حال حصل ما حذرت منه مؤسسة لبنان، كيف سيتعامل أصحاب المولدات مع القرار؟ هل تحلق فاتورة المولدات؟ عم تسألونا عن بيان مؤسسة كهرباء لبنان، بيان هام والله شيء بيضحك. بيان هام انه رح نوقع بالمحظور، انه ما في كهرباء. هلا عن جد مصدقين حالهم انه عم يعطوا كهرباء؟ عم يعطوا ساعة ساعتين كهرباء؟ مفكرين حالهم انه عم يعطوا كهرباء؟ والله شيء بيضحك. نحن عم ندور 20 و22 ساعة لحين ما قطعوا عنا مادة المازوت، هن عم يعطوا كهرباء، نحن عم بدنا نضل حد الناس. نرجع منقول ما بدنا بقى نربح، كنتوا تشيلوا من أرباحنا، هلأ صرتوا عم تشيلوا من جيوبنا. هيدا البيان الهام اللي بدي لكم إياه، والمسألة بدها معالجة. ويمتعض أصحاب المولدات من تسعيرة وزارة الطاقة. هيدا الوزير بالذات أخذ قطاع المولدات على الكسر، رايح يكسروا. امبارح طلع تسعيرة، بطلنا ننبش عليها بالأرباح، ما عادش بدنا نربح، بدنا المصاري نحطها نسترد. بيطلع تسعيرها بسعر المازوت على 56,000 على السعر الرسمي، وهو نحن معبيين المازوت بالسعر الرسمي معنا له 65,000. يعني حتى شايلنا من المصريات اللي دافعينها 9,000، وين بيكون اخذ هذا القطاع؟ هذا اخذنا الزلمه على محلين. نحن هلا انحطنا قدام خيارين، خيار يا اطفاء مولداتنا ما نقدر نستمر، يا أما تروح الشباب تخالف التسعيرة. وأخذنا على فوضى التسعيرة. هي مرحلة التحذيرات من الأخطر، مرحلة بات السيء والأسوأ فيها متشابهين. غدي بموسى، قناة الجديد.